السلام عليكم، ترحب بكم قمة التعاون الاقتصادي التركي العربي 13. قدم نفسك أستاذ. عبد الله الكيلاني من فلسطين، صاحب شركة الكيلاني للتمور، منتج زهرة المدائن. انطباعك عن القمة بصفة عامة؟ والله هي المرة الأولى أنا بشارك في القمة، والحمد لله يعني بنتوقع أنه تكون نتائج طيبة، وتبادلنا البروشورات مع بعض التجار والعارضين، ونتأمل خير إن شاء الله. وهل هذا النوع من الملتقى يدعم العلاقات الاقتصادية التركية العربية وإلى أي مدى؟ يعني بيكون كل العارضين وكل المنتجين وكل الوفود الاقتصادية بتكون في موقع واحد، متقاربين إلى حد ما. وبرضو الشيء الحلو هون أنه في مترجمين، يعني اللغة ما تكونش عائق، وبتواصلوا مع بعض بشكل قريب، مش حسب التواصل الاجتماعي والإيميلات، يعني بيكون فيس تو فيس. وبالنسبة لحجم المشاركة الرسمية ومشاركة شركات ورجال أعمال، ما رأيك في الملتقى؟ يعني للأمانة هي محدودة شوي لحد ما، بس نتأمل أنه تكون يعني الأثر تبعها والفعالية أكبر بالمؤتمرات القادمة. شرفتونا، شكرا، فرصة أخرى.